السلام عليكم الحبيبه ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. نتمنى تكونوا كامل الخير على خير. اليوم كيف القاعده جبت لكم واحد لو بلا، نقولوا سلطه، نقولوا اونطري، نقولوا نحطوه في العرضه ديالنا، نحطوه في الوجبات الرمضانيه. دابا حنا قريب راه ثاني رمضان، اذا عطيتكم افكار اللي هي جد صحيه نتمنى تنال الاعجاب ديالكم. اللي بغى يعرف هاد الكروكيطات باش درتهم، ما عليه الا يدخل الفيديو ديالي يتابعني حتى الاخر باش يتعرف على المقادير والطريقه تاعها. الان غادي نمروا اعزائي عزيزاتي الى مقادير الكروكيطات ديالنا الصحيه والكيتونيه في نفس الوقت. اذا شنو كنحتاج في المقادير؟ عندي واحد الباذنجانه اللي هي متوسطه الحجم مقطعه مدقدقه اولا محكوكه، عندي جوج ديال البويرو مدقوقين ماشي مقطعين، يعني قطعة صغيرة مشلضين كما نقولوا حنايا. وعندي هنايا شي 150 غرام ديال الكفتة ديال صدر الدجاج، كان عندي صدر الدجاج طحنته مع البصلة والثوم والقزبر والمعدنوس بدون توابل. هنا عندي دقيق ديال زريعة نوار الشمس وزريعة القرع، هادو زريعة نوار الشمس وزريعات القرع كنخلطهم بجوج وكنطحنهم وكندير منهم دقيق فيهم هما اللي غادي يكونوا باش غادي نبرمد لي كروكيت نتاعي. عندي جوج بيضات، توابل عندي راس معلقه صغيره ديال الابزار وراس معلقه ديال السكينجبير، عندي راس معلقه ديال الخرقوم وراس معلقه ديال الكمون، وعندي معلقه صغيره ديال الشاونيه ومعلقه صغيره ديال الفلفل الحار، عندي معلقه صغيره نتاع الهريسه، وعندي معلقه صغيره ديال بودره الثوم ومعلقه صغيره ديال الكرات، جوج بيضات والملح وزيت للقيل للقلي زيت الزيتون. اذا سخن شويه غادي ندير شويه ديال زيت الزيتون، غادي نرمي الكرات ديالي خليه يتقلى شويه حتى ينزل، ديك الساعه نعاود نرمي الباذنجان بكل حاجه بوحديتها. ما قلينا الكرات ديالنا صفيته هنايا البنات، ما قليتوش بزاف حتى يتحمر بزاف. الان غادي نمر باش نحمر الباذنجان ديالي في المقلاه داك الزيت النيت اللي طابت فيه الكرات، يتقلى مزيان حتى ينزل ويهبط يطيب. درت له شويه المليحه وشويه ديال الابزار وشويه ديال الكمون، غادي نخليه بعد ما بردنا الباذنجان والكراس ديالنا غادي نحاول نخلطوه، وغادي نضيفوا له الكفته. شويه تبرد في الثلاجه من بعد غادي نكورها قدامكم. الثلاجه قبيله راه نسيت الملحه، راه ضفت لهم الملحه. اذا غادي نحاول نبقى ندير يدي هكا في الماء باش ما تلصقليش، وندير كويرات غير صغارين على هذا الحجم. عزيزاتي دابا وجدوا لنا لي كروكيت ديالنا، كورتهم كاملين درتهم على هذه الطريقه، درت بابي كويسون باش ما يلصقوا لياش وداك الشيء، وجدت الاناء فاش غادي نحطهم بعد القلي، درت واحد
بابي ابسوربون باش يابسوربي الزيت، ومن بعد عاد نحطوها نقدموها كيف ما بغينا. الان غادي نبدا بالقلي بالاول وحده لان كتكون نشفات، كتكون ناشفه والزيت كتكون خصها تكون سخونه. بسم الله صدقوني هادو كيجيو رائعين البنات. علاش؟ لانهم فيهم بودره ديال دقيق نتاع الزريعه ديال نوار الشمس والقرع هما اصلا بنان، يعني كتاكلوا كلهم هاد لي كروكيت صحيين 100% مقليين في الزيت البلديه، محتويات جد بسيطه وصحيه، وعارفين شنو درنا الكفته طحنيناها في الدار، يعني اي حاجه درناها على يدينا. هذا هو الاساسي، نعطيو لوليداتنا كروكيطات ديال الدجاج مع الخضر رائعين جدا. كنقورو ليهم هكا ونقادو بصبعنا من هنايا، شتي كي كيجيو البنات مقادين معوطين صافي، وكنحطوهم في الزيت ونخليهم حتى يتحمروا ويشدو راسهم ونقلبهم. اصلا هي الكفته ديال اللدان درا دغيا كتقصح، يعني ما تخافوش يتفلتتو لكم ولا بالعكس كيبقاو متانين، وحيت يتحمروا نحيدوهم. الان وصلنا الى نهايه الفيديو، قدمته بهذه الطريقه مرافق مجموعه ديال لي صوص، صوص باربيكيو، هريسه منزليه، مايونيز، موطارد، كذلك مثال قدمته مع السيترون مع طوماط سوريز، زيتون بالزيتون والكورنيشون والفقوس، وكذلك مثال درت دي كروكيت سامبل بالفلافل. نتمنى انهم يعجبوكم، درتهم بالفلافل وبالهريسه نفس المقادير اللي درت الكروكيطه الطوال، الا انهم هذوما ما مرمتهمش في البيض ودقيق نوار زريعه نوار الشمس، خليتهم هكذا وحمرتهم في المقله بزيت الزيتون طبيعه الحال، رائعين جدا. ناكلوهم رفقه المايونيز رفقه الباربيكيو باش ما بغينا ناكلوهم. هكا كيجيو لي كروكيطات ديالنا، شوفوا تبارك الله غزالين، البنجال والبوارو جد لذادين. وبالنسبه كنقول اهلا وسهلا للناس اللي جاوا عندنا انضموا للقناه ديالنا وجاوا عندنا جدادين، مرحبا بكم في القناه ديالنا. هذه قناه لطيفه وسعيده، اخت سعين وحده مقيمه في المغرب والاخرى مقيمه في ديار الغربه اسبانيا، كنقدموا وصفات صحيه كيتونيه وكذلك مجموعه الوصفات اللي هي عاديه خارجه عن الرجيمات، ودي فلوغ خرجات ومجموعه ديال الانشطه التحفيزيه. والناس القدامين طبيعه الحال نتوما داركم عمرني ننساكم، بلا بكم انتم المشاهدين حنا ما نكونوش لا وجود لنا. نتمنى انكم تزيدوا تحفزونا وتشجعونا باش نعطيو اكثر فاكثر. وبهذا نكون وصلت الى نهايه هذا الفيديو، ما تنساوش لي جيم لي جيم لي جيم لي جيم، وما تنساوش تابونا وتخليو لنا دي كومونتير وجهه نظركم وتقاسموا لنا الافكار ديالكم ولا رقكم هذا الشيء، تقولوا لنا وجهه نظركم، حنا الف مرحبا الف مرحبا بها كيما بغات تكون سلبيه ولا ايجابيه، حنا خشبتنا واسعه طبيعه الحال. يلا حبيباتي احبائي، ما عليا غير نقول لكم مع السلامه وقبله للجميع.